لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب البيع من دليل الطالب، وما زلنا مع شروط البيع، وكنا قد وصلنا إلى الشرط الخامس. الشرط الخامس وهو القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. نقول المعنى السريع اللغة ثم نبين. قدرة على التسليم أي القدرة على تسليم المبيع، تسليمه الهادي راجع ليه؟ المبيع السلعة يكون قادر على تسليمها. فلا صح بيع الآبق اللي هو العبد الآبق الذي أبق عن سيده، فهو كده كده خلاص ما لا يسمع كلام سيده. والشارد الحيوان الذي شرد جري بعيد مش ايه لم يعد ايه في حوزتهم او لم يعودوا قادرين على تحصيل ذلك. عندنا حاجه اسمها يعني ناخد بعد كده ما نيجي في الايه في الذبائح والصيد، حاجه اسمها الطريده والشريده، ها الحيوان اللي بيجري مش طايلينه يزكوه ازاي، له تزكيه خاص نفضل ايه يضرب السهام فيه ها لحد ما ايه ما يخر ايه ودي تزكيته. ما هم مش طايلين يذبحوه ماذا يصنعون؟ واللي بيضطع ده كله ايه بعد ما يضوا عليه ايه بعد ما ينتهي خلاص ايه يؤكل، بخلاف ما يقطع من البهيمه وهي حيه لو تروح جاي على البهيمه يقطع منها حته ويسيبها ده لا يؤكل، ده حديث ما بين من البهيمه والحيه فهو ايه ميته. لكن الطريده والشريده بقى ها مستثنى. فالشارد البعير الشارد الذي فر من صاحبه فلم يعد قادرا عليه على الامساك به، هذه معنى. فبقول لك بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيله، حتى لو قادر وحدي انت ما انتش قادر خلاص، بس في واحد قادر يمسكه. هنا على المذهب بقول لك كله ده ايه لا يصح. تعال نشوف التفصيل ماشي يا جماعه. يبقى انا عندي من شروط ها صحه البيع القدره على الايه على التسليم، لان العبره انك انت تكون قادر تسلم لي السلعه ديت، واخد بالك؟ وان لم تكن قادرا دخل هذا في الايه في الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والغرر ظاهر في غير المقدور على تسليمه، لان انت مش انت لما تبيعني وتاخد فلوس واجي في النهايه السلعه انت مش قادر تسلمها، انت كده ايه ده مش عين الغرر، ده غرر حاجة لا يمكنك أن تسلمها. يبقى لازم لما تيجي تبيع حاجة تكون قادر على إيه؟ ها؟ على تسليمها. ده شرط في صحة البيع. يعني لو مغصوب وأنت غير قادر على 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 انتزاعه من الغاصب يصح بيعه؟ لا. إلا في تفصيل، في قاعدة نذكره دلوقتي من ضمن الكلام اللي هنقوله. واضح؟ طيب هنا المشكلة فين؟ ها يعني هنا المانع من صحة البيع ايه؟ عدم القدرة على الايه؟ على التسليم. ضرب أمثلة، هذا العبد الايه؟ الآبق، لابق عن سيدي فلم يعد لسيدي سلطان عليه. أو ليس قادرا على تحصيله أو الإمساك به. وتسليمه للايه؟ لمن سيشتري. وضرب مثل كذلك بالايه؟ الحيوان الشارد، واضح؟ لكن هي مش بس كده، المغصوب نفس الكلام. المغصوب ايه؟ ده من نفس الكلام. ها الطير في الهواء
نفس الكلام. سمك في الماء اللي برضه فيه تفصيل، مش الحوض والمزرعة، لا كان سمك ايه في البحر. ها، كل ما لا تقدر على تسليمه لا يجوز ايه بيعه. طيب قال لك ولو لقادر على تحصيلهم. هنا بقى في عندي حاجة، احنا المشكلة بتاعت الايه عدم صحة البيع هنا ايه؟ عدم القدرة على ايه؟ طيب يا عم لو كانت المشكلة ديت ها هتتحل بايه؟ بواحد قادر على ان يحصله، او على انتزاع المغصوب من الغاصب. عندك بيت مغصوب، خد واحد غصبه متجبر، ها جالك من هو اقوى منه قال لك ايه انت بيع لي ومالكش ايه، يعني يعلم ابتداء خلاص ان ده مغصوب، وقال لك انا بيع وانا ايه متكفل ان انا هاخد منه ايه، هنتزع الارض ديت، هاخد البيت ده، قادر على هذا. او العبد ذابق بس انا اعرف ايه اجي ليا طرق اللي اقدر اجيبه بيها، البعير ده شارد هقدر اجيبه، انا قادر على ايه على التحصيل. هنا على هذا القول في المذهب عند احمد ان ايه ها انتبه معي ان ده ايه ها ايوه انتبه، احنا عندنا لا على كلامه هنا بيقول لك ان لا يجوز ايضا حتى لمن قدر على ايه على تحصيله. ماشي، ودي يا جماعة فيها قولان للفقهاء اللي هي القدرة على بيع الشيء الغير مقدور على تسليمه لمن يقدر على تحصيله. هذه المسألة فيها قولان عند الايه، هذا القول الاول انه لا يصح، وهذا القول قال به جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وخبالك ازاي والحنابلة. القول الثاني قالوا يصح بيع ذلك لمن يقدر عليه على التحصيل. جاز البيع. ماشي يا جماعة، ليه؟ قالوا والله الحكمة أصلا من البيع ايه؟ ها؟ وده قول قال به المالكية، انه يستلم المبيع، هو يستلم ويستلم هيحصل هنا مفيش مشكلة، ويعلم ويقدر على التحصيل، فايه الإشكالية عندي؟ هو هيقدر ينتزع هذا الايه؟ هذا الايه؟ المغصوب منه، هيقدر يجيب الاخ هيحصله في النهاية، ايه اللي يمنع بقى؟ وهذا القول والأقرب، لأن المحظور اللي من أجله منع بيع ما لا يقدر على تحصيله قد ايه؟ زاد. اللي منع من أجله البيع زاد، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. ماشي يا جماعه، كمل بدرس وتكتب السؤال. ماشي، الشرط الايه السادس، معرفه الثمن والايه والمثمن، اما بالوصف او المشاهده او حال العقد او قبله بيسير. يعني ايه معنى الكلام ده؟ خد اوضح لك المعنى قبل ما نخش في الايه بالتفصيل الفقهي. شرط الثمن في صحة البيع ان انا بعرف الثمن، ثمن والمثمن اللي هو السلعة، الثمن عارف تحديده، سواء بقى كان الثمن ده نقود، كان الثمن ده سلعة، كان لازم يكون ايه معلوما، لابد ان يكون الثمن ها معلوما. لو الثمن مجهول يبقى بيع غرر، يبيع ايه؟ غرر، وبيع الغرر منهي عنه. الجهاله كلها غرر، سواء في الثمن او المثمن والسلعه. طيب يبقى انا عندي الثمن يكون معلوما، اذا كان نقود او ذهب او فضه او غيره معلوم عدد هذه الدنانير ووصفها وكل التفاصيل بتاعتها معلوم. طيب سلعه تبقى برضو معلومه، اما بالوصف او الايه او الرؤية. هتقول لي الثمن سلعة ازاي؟ ايوه ممكن تقول لي حتة الارض ديت
هشتريها منك بعربية، عربية، يبقى لازم أكون أنا إيه؟ العربية دي معروفة، إما بمشاهدة أو وصف. مشاهدة أو إيه؟ أو وصف. يعني شايفها تقول لي بالعربية ديت هاخد الإيه؟ أو تقول لي بعربية لانسر موديل لسنة كذا، مفيش حاجة اتغيرت فيها، ما ركبتش مش عارف كذا، ما حصلهاش الحاجة. الصفات اللي ينضبط المبيع بها، واضح؟ توصفها لي، بس هيبقى ساعة ايه؟ هيبقى عندي بعد كده حاجة اسمها خيار الرؤية، ان انا ساعة ما اشوفها مطابقة للمواصفات نمضي البيع، مخالفة للمواصفات ايه؟ السلام عليكم. واضح؟ يبقى انا عندي الثمن. طب والمسمى اللي هو السلعة لازم ايضا يكون ايه؟ معلوم، اما بمشاهدة او ايه؟ وصف او مشاهدة. وصف او ايه؟ المشاهدة معروفة، حال العقد يعني وقت العقد انا شايفه قدام عيني، شفت البيت ده كذا، دخلته نظامه جيرانه، شفت الشقة دي كذا في الدور الفلان، شوف شايفها مشاهدة خلاص قدام عينيك. طب والوصف؟ ها مش موجودة بس موصوفة، بس الوصف ده يكون ايه؟ ها طب المشاهدة تكون يا حال العقد يا قبله بايه؟ بيسير. دي المشاهدة. يعني انت ما تجيش تقول لي البيت اللي انا اللي انت شفته السنة اللي فاتت هبيعه لك، ها اللي مش عارف الحاجة اللي شفتها من سنتين تلاتة، لا دي مشاهدة ايه؟ ما ينفعش، لان وارد جدا يكون الحاجة دي اتغيرت، تكون ايه؟ لا، لكن شفتها امبارح، شفتها النهاردة، يعني زمن يسير لا يتغير المبيع فيه، يسير عرفا. ده شرط ايه؟ طيب يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين بصفة ينضبط بها المبيع، اما بالرؤية او الايه؟ ها؟ او المشاهدة، او المشاهدة. ده شرط يا جماعة لازم ايه؟ ها؟ فالوصف يبقى انا عندي، ماشي؟ الوصف بقى قلت لك لازم ينضبط بالايه؟ بالصفات الايه؟ طب لو وصف لا ينضبط به المبيع يصح؟ لا. انتبه معي، الوصف اللي يجزي عن الرؤية اللي ينضبط به الايه؟ المبيع. انتبه. والمشاهدة يكون حاجة موجودة بناء على هذا الشرط لا يصح بيع الحمل في بطن أمي. ليه بقى؟ ولا اللبن في الضرع. ليه؟ لا يشاهد ولا يوصف. ممكن تصفه يجي خلاف الايه؟ هتصفه ازاي؟ انت نفسك ما شفتوش، يعني هتصفه ازاي؟ الواصف لازم يكون ايه؟ شاهد. طب ده مش موجود، والمشاهدة مش موجودة، خدت بالك؟ تابع معي. ولذلك لا يصح بيع المناقيح ولا المضامين. نعم، بيع المناقيح اللي هو عسب الفحل، ماشي، اللي هو ماء الايه؟ الذكر، موجود في صلب. طيب والمضامين او حبل الحبلة، ها الموجود فين؟ في بطن ام، جنين في بطن ام، كل ده لا يجوز ايه؟ ايوه، واضح. لازم يا مشاهدة، ها لازم يكون البيع معلوما اما بمشاهدة او بايه؟ فما لا يشاهد ولا يوصف لا يصح بيع. واضح كده؟ بالنسبة للثمن قلنا ان يكون الثمن ايه؟ معلوما، لان الجهل بالثمن او المثمن ها غرر، غرر. واضح؟ طيب بعض اهل العلم ذهب الى ان بيع ما لم يسمى ثمنه ها يصح، ويكون له في الحاله دي ايه؟ ثمنه الايه؟ المثل. يعني عند بالذات اللي لم يسمن قال لك ايه؟ البيع يصح، وايه؟ لان نخرج من الاشكاليه دي بايه؟ بثمن الايه؟ المثل. واختار هذا الكلام ابن تيميه رحمه الله. ليه يا عم؟ يعني الكلام ده بنيته على ايه؟ قال لك بنيناه على النكاح بغير صداق. نكاح بغير ايه؟
صداق. هتقولي طب هو النكاح بغير صداق يصح؟ ها؟ يصح ولا ما يصحش؟ لم يسمى الصداق، مش بغير صداق، لم يسمى الصداق بغير، لم يسمى الصداق. ايه ده؟ طب الدليل على صحته ايه؟ وان طلقتهن قبل ان تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، يبقى هنا كان عقد هناك عقد نكاح صحيح ولا لا؟ ها؟ ايوه. ويبقى لها مهر ليه؟ المس. مهر ليه؟ المس. انتبه معي. فقال لك زي ما النكاح بيصح بالاجماع من غير تسميه الصداق ولا مهر مثلها، فده عقد وده ايه؟ عقد. والاصل في العقود ايه؟ الحلف ما لم يرد ايه؟ طب ما انا عندي برضه نص هنا يواجه هنا يعارض الوناعه عم بيع ليه؟ الغرر. وهيدي دليل ايه؟ للنزاع. يبقى الاستثناء قصد، لكن ده جمهور العلماء ان انا صح بغير من داخل في الجهاله سواء ثمن او مسمن، وان جهاله الثمن او المثمن لا يصح البيع معها. وقلنا الثمن بالذات زي بعض اهل العلم ومنشق السمي لا صحت، ومع ايه؟ ثمن الايه؟ المثل. وقلت لك مستند. طيب في مساله متصله بهذا الشرط اسمها ايه؟ مساله البيع بما ينقطع به السعر. يعني ايه صورتها؟ ما انا عندي الحكم على الشيء فرع ها عن تصوري. الحكم على الشيء فرع عن ايه؟ فايه صورتها ديت؟ ايه معنى البيع؟ حكم البيع بما ينقطع به السعر، اللي هو احنا بنقول ابيعك او هشتري الحاجه دي باللي تقف عليه، لازماني باللي تقف عليه. يعني جيت انت قلت لي انا عندي البيت ايه؟ هبيعه. لازمك؟ ايوه لازمني. طب الثمن يا عم طل اعرض، واخر ثمن يجيبه يلزمه. يلتزمني هذه السلعه ها؟ بايه؟ باخر ثمن تقف عليه. واتفقنا على كده. حكم البيع ده فيه قولان. قول بانه لا يجوز هذا البيع لو بينقطع به السعر، ماشي، وده المذهب عند الحنابلة. ليه؟ للجهالة. والقول الثاني يجوز بما ينقطع عليه السعر وتقف عليه المساومة، اللي هي آخر حاجة يقف عليها، ودي رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. ليه؟ قال لك لأن الجهالة ديت ها هتقول إلى الإيه؟ إلى العلم، هتزول. آخر حاجة يقف عليها يبقى زالت الجهالة ولا ما زالتش الجهالة؟ انتبه معي. وابن القيم درجة إنه قال لك إن ده هو الصواب المقطوع به، وده عمل الناس في كل عصر. وده منصوص الإمام أحمد، واختاره شيخنا اللي هو ابن تيمية، وقال لك ما فيش كلام يمنع من هذا، من صحة هذا البيع. وهذا هو الراجح. ليه؟ لأن الجهالة مالها إلى الإيه؟ إلى الزوال. وعندما يقف على سعر، علم السعر ولا ما علمش؟ وأنا قلت لك يلزمني يا عم عند هذا السعر. فدي مش جهالة مستمرة هنتنازع فيها، هتودي للتنازع. لا، دي هتنتهي بآخر ثمن إيه؟ نصل إليه. طيب الشرط السابع، ماشي يا جماعة؟ أن يكون منجزا لا معلقا، اللي البيع يعني. البيع يكون منجزا لا معلقا، يعني لا يتعلق على شيء. زي ايه؟ كبعتك اذا جاء راس الشهر، او ان رضي زيد، ماشي؟ ده ايه؟ معلق. قال لك البيع ده كده المعلق ده ايه؟ لا يا جماعه، ما انا عندي اسمه بيع المعلق، ده علق على شرط. ان جه زيد، اما يرجع فلان من الحج، بعتك لما يرجع فلان، ماشي، ان رضي ابي فقد، ان رضي اخي، علقت. فقال لك ده لا يصح، لكن يصح بايه؟ بعتك وتقول له قبلت، بلا منجز، لا يتعلق على شرط. بعت لك الكوبايه ديت ب 5 جنيه، قبلت خلاص كده. اما بعتها لك ان جه اخر الشهر، بعتها لك بعد بكره مديون، قال لك كده ايه؟ ماشي.
علقها على شرط ماشي، قال لك ده لا صح. هنشوف ده التفصيل ماشي يا جماعه. تعال نشوف الجزئيه دي، الجزئيه الثانيه من باع معلوما خلينا في دي. المعلق ده على شرط في قولان للعلماء، في ايه؟ الاول لا صح تعليق الايه؟ العقود. قول الاول قال لك لا صح تعليق العقود ومنها عقد الايه؟ البيع، وده اللي قال به جمهور الفقهاء، وعللوا ذلك بان التعليق فيه جهاله وغرر. تعليق في ايه؟ الرجع فلان، طب لما يرجع فلان ده ممكن سنه شهر صح؟ قال لك في جهاله وغرر، واضح؟ طيب الثاني، القول الثاني قال يصح البيع في المعلق. لا يا جماعة، قالوا أولا يصح تعليق العقود بدليل إيه؟ أنا عندي في الفسوخ والولايات ها ماشي، عندي في الفسوخ والولايات بيصح التعليق عند الفقهاء، يعني اللي قالوا بالمنع ده ولو جمهور العلماء والمذاهب قالوا بجواز الطلاق المعلق ولا لا؟ ها؟ العتق المعلق غيره اهو. طب انا اهو ما عندي اهو، يبقى انا عندي كده ايه؟ ما ده عقد زي هذه العقود، عقد كهذه الايه؟ ثانيا قالوا ان الاصل في الايه؟ في العقود الحل ما لم يرد دليل، ولم يرد عندنا دليل يمنع من تعليق الايه؟ العقل. تعليق الايه؟ وذهب الى هذا القول ابن تيميه، ابن القيم، من المعاصرين الشيخ السعدي مع الشيخ ابن عثيمين غير، قالوا اولا الاصل في المعاملات الحل، ثانيا ايه؟ ها؟ ان انا عندي العقود في نوع من العقود باتفاق بيصح التعليق فيه زي عقد الايه؟ زي في النكاح الطلاق والايه؟ وفي الفسوخ كلها والولايات الى اخره. تولي فلان يتولى الولاية، إن حضر فلان، إن غاب فلان يمسك الولي فلان، ولي الوقف، ناظر الوقف، أنا دي كلها عقود أهي. إشمعنى استثنيت ده وما عنديش دليل يمنع؟ ماشي يا جماعة؟ طيب. ولعل هذا هو الراجح. أو هو الراجح فيما أرى. ويصح بعته كإلا ده كده منجز ما عنديش مشكلة فيه. طب وإن قال قبلته إن شاء الله؟ قال لك يصح. هتقولي طب ما ده إيه؟ أو بعتك إن شاء الله. طب ما ده معلق، يقول لك لا ده مش تعليق، ده إيه؟ تبرك. ده إيه؟ تبرك. ذكر للمشيئة تبرك. واضح؟ ده للتبرك وليس طب لو للتعليق على قول المانعين بإيه؟ يمنع. إنما للتبرك خلاص ما فيش مشكلة، لأن ما ينافيش التنجيز. لا ينافي التنجيز. طيب يقول لك ومن باع معلوماً ومجهولاً لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه. ومن باع معلوما او مجهولا لم يتعذر علمه، يعني ايه الكلام ده؟ المساله دي بتسمى مساله تفريق الايه؟ الصفقه. طب صورتها ايه؟ انه يبيع معلوما ومجهولا، معلوما وايه؟ ومجهولة. حاجة معلومة وحاجة مجهولة، نعمل ايه؟ باع دية بخمسين وابنها بعشرين في بطنه. لو قال كله مع بعض خلاص هتبقى معروف يزيد السمك، هي بطنها من بطنها كذا او في بطن غيرها، يعني عشان تبقى المسألة صح، الصورة صح. بعتك هذا الفرس بمئة ها؟ وابن هذه الناقة الذي في بطنها بايه؟ بثلاثين. ماشي هنا ايه؟ لا يصح البيع فين؟ لان البيع مجهول. ويمضي البيع فين؟ في المعلوم، هذا معلوم. ما نبطلش البيع كله. لان كده يصح التفريق هنا، يصح الايه؟ التفريق. انا فرد احنا قلنا ده كذا وده ايه؟ انتبه معي، لان ده لا يتعذر خلاص نعرف. طيب لو تعذر بقى يعني قال بعتك الفرس وما في بطني الناقة بمئة، لأن عارف الفرس بكام ولا اللي في بطنه ها يصح؟ نقول له ده كده لا، لأن ما نعرفش نفرق الصفقة دي، ما نعرفش. لا يصح البيع، لا يصح، لأن ما نعرفش أفرق بينهم.
لا يمكنني التفريق ايه بينهم. يبقى في الحالة ديت البيع ايه ها لا يصح. ماشي يا جماعة؟ طيب مسألة بعرفنا كده الموضوع ده تفريق الصفقة، ها باع معلوم ومجهول، يمضي البيع فين؟ دون المجهول. طب باعهم مع بعض بدون أن نعرف، لا يمكن التفريق. الاثنين مع بعض بتسمى ثمن واحد، ومش قادر افرق ولا استطيع ان احدد ثمن، لا يصح. ليه؟ ايوه لا يصح. واضح؟ طيب عندي بيع اسمه بيع المرابحه. انا اقول لكم بس حتتين دول سريعا مع ان انا مش قادر اتكلم خالص، يعني بس عشان يبقى تم الايه الفصل ده انتهى. للامر بالشراء، يعني ايه الكلام ده؟ صوره البيع ده بيع المرابحه ده ماشي، الامر بالشراء يعني ايه؟ الحاجات دي بتحصل دلوقتي في بيوع معينه في البنوك الاسلاميه وغيرها، عشان تركز معايا. ان ياتي شخص يريد سلعه معينه للبنك او المؤسسه او الفرد، للبنك او المؤسسه او الايه؟ او الفرد. يعني يجي البنك او المؤسسه او الفرد يقول له انا ايه؟ عايز عربيه موديل كذا، عايز كذا. ويطلب منهم ان يشتري له السلعه كسياره او كذا، او يجي الواحد فلان يقول له عايزك تشتري العربيه، خدها منك بالتقسيط عربيه مثلا كذا كذا. ماشي؟ طيب هنا يا جماعه العقد ده حكمه ايه؟ وهو راح اشترى له العقد ده حكمه ايه؟ العقد ده يجوز بشرطين. بايه؟ شرطين. الاول ان يكون الاتفاق ده ها على مبدأ على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد. يعني جيت لك قلت لك انا عايز تلاجة موديل كذا 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 يا عم عمرو، ماشي، وظبط، فقلت لي خلاص انا هجيب لك التلاجة عدى عليهم كذا، بس الاتفاق ده ايه يعني؟ مش بقى. لكن لو عقدنا العقد ماشي يا عم التلاجة ديت اجيبها لك وتمنها كذا وها وخلصنا، لا يصح، لانك بعت ما لا تملك، بعت ايه؟ انما وعدتني انك هتجيبها ولما تجيب تملكها وتقبضها ونقعد نشتريها، يبقى كده كلام ايه؟ يبقى انا عندي اول شرط ان يكون ايه؟ الاتفاق ده على سبيل الايه؟ الموعده وليس الايه؟ وليس العقد، لا صريحا ولا ضمنا. ركز معايا، لان احيانا بيبقى ايه؟ ها؟ العقد ضمن، خلاص خلصنا مستبين، لا انا اقدر افر ولا اقدر امشي ولا انت تقدر ايه؟ داخله، لا صح لا كده ولا كده. ماشي؟ لا على سبيل الايه؟ طيب. يبقى اول شرط عندي ان ايه؟ ها؟ لانه لا يجوز بيعها الا بعد امتلاكها. ماشي؟ الشرط الثاني بقى ان يتملك البائع السلعه ويقبضها ثم يبيعها على وعد. لازم يتملك السلعه وايه؟ ويقبضها. لازم. واضح؟ اهو. انتبه. التملك بعقده انه خلاص اشتراها من الجهه اللي اشتراها منه اللي جابه القبول. والقبض بالمرجع اليه عرفا. يعني كل سلعه بحسبها. البيت بالتخليه خد مفاتيحها، الشقه خد مفاتيحها واخليت، خلاص العربيه استلمها حازها، ماشي، حاز امتلك الشيء، وهكذا الثلاجه امتلك قبضها. يبقى انا عندي اهو شرطان عشان يصح البيع ده بيع المرابحه. ايه هما؟ الوعد وليس بيع ضمني، والتملك والقبض. التملك الايه؟ والقبض. اقول قولي هذا واستغفر لكم.